بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن درس عن كيفية تعديل ورقة سكانر على الباوربوينت، وهنشوف مع بعض إزاي هنعدل ورقة سكانر ونرجعها لأصلها على الباوربوينت. دي طبعا الورقة اللي هنعدل عليها ونرجعها لأصلها على الباوربوينت، وهنشوف مع بعض هنعمل كده ازاي على الباوربوينت. هنيجي نفتح برنامج الباوربوينت ونبدأ الخطوات ازاي هنعدل على الورقة. دلوقتي اول حاجة هنعملها هنرجع نختار الخيار ده. اول حاجة هنعملها هنختار الخيار ده، هنخلي الشريحة فاضية. تاني حاجة هنروح عند الديزاين ونغير مساحة الشريحة او شكل الشريحة ونخليها بالطول ونخليها A4 ونقول له اوكي. كده الشريحة زي ما انتم شايفين بقت على شكل الورقة. دلوقتي هنيجي ندخل الورقة، هنختار الخيار ده فورمات باك جراوند، ونختار الخيار التالت ده وندوس كلمة فايل، ونختار ورقة اهي الورقة وندوس كليك. ادي الورقة دخلت زي ما انتم شايفين جوه الشريحة. دلوقتي هنعمل زوم عشان نعرف نعدل على الورقة. هنعمل ايه في الورقة؟ عايزين نشيل كل الكلام ده ونرجع الورقة فاضية زي ما كانت. هنعمل ايه؟ هنروح عند انسيرت، نختار شكل مثلا الاشكال دي ونقوم نغطي عليها الارقام. طيب غطينا عليها الارقام، ارقام مبانتش بس لو الشكل بقى لون ازرق، لا هنخليه مثلا لونه ابيض. طيب عايزين نخلي اللون ده مطابق للون الورقة، شايفين الخيار ده؟ هنحطه في اي مكان في الورقة وتسعي كليك، كده هتلاقيه نفس لون الورقة. طيب والاطار، الاطار اللي حواليه ده نفس القصة اهو. كده الخيار اهو كده بقى لونها مقارب للورقة، زي ما شايفين. ممكن احرك فيها بسهولة جدا واعرف احطها يمين او شمال. طيب دلوقتي هنعمل انسيرت تاني ونكرر، لا هنعمل كوبي ونعمل بيست كده ونعمل نغطي الاشكال تاني. زي ما شايفين سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، ومش هتاخد معاك مجهود او وقت. نفس القصة اهو كده، هنصغرها كده على حسب كل شريحة وبالظبط اهو. هي بس عايزة بس منك تركيز شوية عشان ما تتلخبطش. هنرجع لكم تاني بعد ما نخلص تظبيط الورقة. بس تابع معايا وانا بغطي او بعمل الحاجات دي. زي ما انتوا شايفين الورقة تحسها رجعت لأصلها تاني. طيب اللي تحت ده نفس القصة برضو، هنعمل عليه كوبي نقوم نغطيه كده. نعمل زوم لو انت مش مركز قوي، تعمل زوم تاني عشان تعملها ايه بدقة شوية. طيب دي مثلا نختار شكل تاني، مثلا ممكن شكل دائري زي كده ونغطيه بالطريقة دي. عشان تعرف تتحكم اكتر نختار نفس الالوان بالظبط كده. نعمل له كوبي، نفس القصة نفس الخطوات برضو، نصغره شوية كده ونغطي الحتة أو المساحة انت شايفينها دي الصغيرة دي. كده الورقة رجعت لأصلها تاني.
زي ما انتوا شايفين كده الورقة رجعت لأصلها. دلوقتي عشان نحفظها نعمل فايل سيف اس، نختار مكان الحفظ الديسكتوب، نختار البي دي اف، افضل خيار هتكون بجودتها وطبيعتها. نكتب عليها مثلا بعد التعديل ويندوز سيف، زي ما انتوا شايفين الورقة رجعت لأصلها تاني كأنها مش مكتوب عليها أي حاجة ولا متعلم عليها. يا رب يكون الدرس عجبكم، ويا رب يكون استفدتم من الدرس. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو ومشاركة على قناتي قناة فيصل طرا، وإن شاء الله هتشوفوني في دروس تانية جديدة على قناتي قناة فيصل طرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.